السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم خاصة بالشعر الزائد على الوجه، يعني وصفة سهلة وسريعة ومضمونة بإذن الله. قبل ما أبدأ في الوصفة، يعني أنا دائما إن شاء الله أقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة وسريعة، ومكوناتها موجودة أكيد عند كل ست بيت. يعني أحاول أن أقدم لكم المفيد والمختصر بإذن الله، ولا أحب أن أطيل في فيديوهاتي كثيرا. يعني أتمنى أيضا منكم الاشتراك في قناتي، يعني الضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس، وأيضا تسجيل إعجابكم إذا أعجبكم هذا الفيديو. لا أطيل عليكم، أقدم لكم مكونات الوصفة والخاصة بإزالة شعر الوجه نهائيا والتخلص منه. مكوناتها سهلة وبسيطة. أول مكون وهو ملعقة من الكركم أو العود الأصفر مطحونة جيدا، قلت ملعقة صغيرة من الكركم كما هو موضح، وملعقة صغيرة من مسحوق الحمص، يعني حمص مطحون، الحمص مطحون نأخذ ملعقة صغيرة، وملعقة إلى ملعقتين من اللبن الرائب، لبن رائب أو الحليب الرائب، يعني حليب رائب، الكثير يعرف الحليب الرائب. أعيد مكونات الوصفة، قلت ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ملعقة صغيرة من مسحوق الحمص يعني حمص مطحون، وملعقة إلى ملعقتين من الحليب الرائب أو اللبن الرائب. وصفة سهلة عادي وبسيطة. نخلط هذه المكونات جيدا، يعني نحاول خلط هذه المكونات، نخلط الحمص مع الكركم، ثم نضيف حوالي ملعقة إلى ملعقتين من اللبن الرائب، ونخلط هذه المكونات جيدا. إذا حسينا الوصفة محتاجة مزيد من اللبن، يعني نضيف حتى يتكون لي خليط، أو نزيد نضيف معليش قليل من اللبن. يعني هذه كمية كافية لكي أدهن بها وجهي كامل. نضيف قليل من اللبن، نخلط جيدا يعني حتى نتحصل على هذا الخليط أو المزيج، يعني بهذا الشكل. نقوم بوضع هذا الخليط أو المزيج أو الماسك على الوجه، ندهن به كامل وجهي أو المناطق التي فيها الشعر كثيرا، يعني المناطق المتواجد بها الشعر في الوجه، نتركها لمدة 10 دقائق على الوجه. نترك هذا الخليط على وجهي مدة 10 دقائق حتى يجف الخليط، ثم نقوم بحركات دائرية باتجاه نمو الشعر، يعني أقوم بحركات دائرية خفيفة، يعني ما نضغطش كثيرا، باتجاه نمو الشعر لمدة ثواني بسيطة. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، يعني لا تخافوا من الكركم، أكيد راح تخافوا من اللون الأصفر، ما تخافوش عادي راح يتنحى، من بعد راح نغسله بالصابون. يعني بعد ما نغسل بالماء الفاتر، أعيد غسل وجهي بالصابون. الكركم أيضا مفيد للبشرة ومغذي
رائع وجيد للبشرة. أعيد الوصفة، قلت أقوم بوضع الخليط على الوجه، خليط الكركم والحمص واللبن الرائب، وأقوم وأتركه لمدة 10 دقائق حتى يجف، وبعدها نقوم بحركات دائرية باتجاه نمو الشعر، وبعدها نغسل وجهي بالماء الفاتر. إذا بقي أثار الكركم على الوجه نقوم بغسل الوجه بالصابون، أكيد الصابون والماء. تكرر هذه العملية مرة أسبوعيا حتى نلاحظ اختفاء نهائي للشعر على الوجه. يعني وصفة سهلة وبسيطة ومضمونة ومجربة بإذن الله. في الأخير أشكركم على متابعة الفيديو، أتمنى منكم فقط الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.